بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم وأبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. مرحبا بكم، حللتم أهلا ونزلتم سهلا، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. مرحبا بكم بين إخوانكم، والعزاء لكم جميعا، وأنتم كلكم تتعزون في المصابين، وبارك الله فيكم وجعلكم الله عز وجل أمة واحدة على الحق، تنصرون الحق وتنصفون المظلوم. بوركتم وبوركت خطواتكم، وجعلها الله في ميزان حسناتكم، وخير ما نبدأ به كلام الله عز وجل الذي هو شفاء للأبدان والقلوب. مع الأخ مهدي الجاجي فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى،
وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون مرحبا بكم طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا كلمة ترحيب من الحاج أرحومة جويده العميري فليتفضل مشكورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أيها الأخوة الكرام المقام لا يتسع للخطب ولكن الشكر واجب وموصول لكل من أتى وشارك ودافع عن الحق ودافع عن إزاحة التهم والظلم الذي قد تعرضنا له جميعا أيها الأخوة الكرام لكم الشكر حمد ومشايخ وعواقل وشباب وشباب الدعوة الأخوة السلفيين على رأسهم الشيخ شريف الهواري كما نتقدم بالشكر الجزيل لسيادة العقيد محتصم زهران مسؤول شؤون القبائل سيادة العقيد مجيئك إلينا هنا أثلج صدورنا وخفف عنا الوطأة وخفف عنا مصابنا الجلل الذي اشتكت منه محافظة مطروح بالكامل أنت ورفاقك الكرام كما عهدنا فيكم دائما تقف بجانب العدل وتقف بجانب المظلوم وتقف بجانب أبنائكم أبناء هذه المحافظة محافظة مطروح والحمد لله ليس بها إرهاب وليس بها من يزعزع الأمن من نراهم أمامي هم من دافعوا عن هذه المحافظة وعلى استقرارها وعلى أمنها الحاج مساعد مرزوق هذا منزله في ثورة 25 يناير هو من حمى قسم شرطة العلمين هو من حمل السلاح الموجود بها مع إخوانه في مدينة العلمين الحاج مساعد مرزوق والأخوة الذين معه نحتسبهم عند الله وهذا قدر الله ونحن مؤمنين بقضاء الله وقدره ولكن نحن دائما ما نشتكي إلا من ظلم قد يطأ علينا ولكن شهادة لله أيها الأخوة الأخوة في مخابرات الحربية وأقولها صراحة وبملء فيه أنهم منذ اللحظة الأولى لم يتوانوا اتصلوا بالجهات العديدة ويعلمون جيدا ما نحن فيه الإخوة الكرام نحن في هذه اللحظة نسأل الله العلي القدير أن يرحم
شهداءنا وأن يحمي مصر وأن يحمي شعبها. وإذ نستنكر الفعلة الشنيعة التي ارتكبها الإرهابيون على أرض الضبعة، نحن لهم بالمرصاد وعونا لقواتنا المسلحة وعونا للشرطة ضد من تسول له نفسه المساس بهذه المحافظة الآمنة وبمصر عامة. نحن على بوابة مصر الغربية، حماتها فعلا، حراسها بالكلمة وبالفعل. نحن مصر نفديها بأرواحنا، لا نجامل ولا نقول كلمة إلا خالصة لوجه الله. وطنيتنا خالصة لا يشكك فيها أحد ولا يشكك فيكم أحد، وما جرى هذا شيء من عند الله سبحانه وتعالى، وأنتم جميعا تقفون لكي تردوا الظلم أو تزيحوا هذه التهمة الباطلة عنا. وفقكم الله ونوصيكم خيرا، ونوصي نفسي بمصر، ونوصي نفسي بجيشها وبأمنها وبوطننا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع كلمة الأستاذ المهندس سعيد الحفيان بالنيابة عن عائلة العقاري، فليتفضل مشكورا. كلمة المهندس سعيد الحفيان بالنيابة عن قبيلة العقاري. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. نيابة عن قبائل عائلة العقاري وعن قبائل المحافظة، نحن نقول أننا نفهم الظرف التي تمر به مصر، وأن الإرهاب يستهدفنا جميعا، فدماء القوات المسلحة والداخلية ليست أفضل من دماءنا. نحن نعلم أن الإرهاب له ثمن فادح، نحن نرضى بقضاء الله وقدره، ولكن يخطئ من يظن أن الثورة 25 و30 قامت من أجل العيش كما يدعي البعض. فثورة مصر قامت من أجل سيادة القانون. دولة القانون أول من أرسى أركانها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما أتوا إليه يستشفعون في أحد الناس سرق، فقال لهم: والله الذي لا إله إلا هو، لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. وأكد هذه الدولة خليفة وإمام المسلمين الخليفة العادل عمر بن الخطاب، حينما اشتكى مواطن مسيحي أن ابن عمرو بن العاص لطمه في سباق، أتى بعمرو بن العاص وابنه وقال له: ألطم ابن الأكرمين. وبعد أن لطمه خلع العمامة من عمرو بن العاص وقال له: اضرب عمرو على صلعته، فوالله ما استباحك إلا بسلطان أبيه. نحن نؤسس لدولة جديدة
يكون فيها الجميع سواء الحاكم والمحكوم. نحن بشر نخطئ ونصيب، والعصمة لا تدوم إلا للأنبياء. نحن كقبائل في هذه الصحراء دائما نعني من شأن الدولة المركزية ونقدس وحدة الوطن. شاركنا في دحر دولة المماليك حينما استعاد محمد علي بالقبائل، وأجدادنا هم من اختار هذه الأطراف يعيشوا عليه. شاركنا في ثورة 19 ونفي أحد شيوخ القبائل مع سعد زغلول عليه رحمة الله. عرض علينا أيام الانتداب البريطاني إمارة لتكون شوكة في ظهر مصر، ورفضنا وتمسكنا بمركزية الدولة. نحن لا نبتغي شيء، نحتسب شهدائنا عند الله، ونعرف جيدا أن القدر يقدر قبل أن نولد، وأن الحذر لا يمنع وقوع القدر، ولكن نريد براءة هؤلاء الناس. نثق كل الثقة في القوات المسلحة، ونعرف أنها هي الجسم الصلب لهذه الدولة، ولولاها لانهارت مصر. نثمن موقف المخابرات الحربية وعلى رأسها المتميزين دائما وأبدا العميد علاء أبو زيد ورفيق دربه المحترم العقيد معتصم زهران، الذين لم يألوا جهدا لرفع الظلم عن القبائل، وهو موقف ثابت كالعادة. نشكر أجهزة الدولة التي تحركت وعادت الأمور إلى نصابها. نشكر الفصيل المحترم دعوة السلفية التي لها مواقف تاريخية لم ولن تنسى، التي صححت المسار وانحازت لثورة 30 وتعرضت لمحن كثيرة لم نسمع منها أنهم سيحرقون مصر كما ادعى فصيل آخر. نشكر كل القبائل لتضامنها معنا في هذا المصاب الجلل، ونشكر الدولة ممثلة في المخابرات الحربية وفي أجهزتها. نحن لا نطالب بشيء، نطالب بإظهار الحقيقة. من أخطأ فالقانون موجود. مسألة الإرهاب نعرف جميعا ومستعدون لدفع الضريبة من دمائنا وأرواحنا، فكما قلت دمائنا ليست أغلى من دماء القوات المسلحة التي تستشهد كل يوم، ولا من رجال الشرطة الذين يستشهدون كل يوم. فنحن اليوم ننعي شهدائنا وشهداء الداخلية وشهداء القوات المسلحة في أي زمان ومكان، ونطالب من الدولة أن تعتبر من قضى نحبهم أنهم شهداء. هذا يكفينا، ونشكر كل من ساهم معنا في هذا المصاب الأليم. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن العقيد سيادة العقيد معتصم مسؤول شؤون القبائل بالمخابرات الحربية يقدم التعزية لأهل المصابين، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا. اسمحوا لي أتقدم بالتعازي نيابة عن نفسي، بتقدم بالتعازي السيد مدير المخابرات الحربية، وتعازي السيد قائد المنطقة الغربية اللواء المصري، وانتوا كلكم أهلنا في مواقف كتير جدا، سواء قبائل المنطقة الغربية، عمد ومشايخ وعواقل وأفراد وشباب، والدعوة السلفية، كلنا واحد، كلنا نسيج واحد.
واحنا عارفين ان محافظة مطروح امنة تماما من اي عناصر ارهابية، ومش هنسمح باي حد يتكلم في هذا المجال. وبعدين كل الاجهزة في محافظة مطروح عارفة ان الحادث فيه خطأ حصل، واحنا كلنا مش هنقبل بظلم يقع على حد، واحنا بنقدم تعزينا لكم جميعا. وتأكدوا ان احنا بحارسين على ان سير التحقيقات يمشي صح ومن غير اي ظلم، وبقدم تعزية مرة اخرى، وان شاء الله نتمنى وندعو ربنا ان يتقبل قتل الضبع من رجال الشرطة وقتل قتلة العجاري في العالمين من شهداء عنده ان شاء الله. شكر جدا. شكرا جزيلا. السادة الواقفون يتفضلوا بالجلوس. الآن مع كلمة أمين حزب النور بمحافظة مطروح. الآن مع كلمة أمين حزب النور بمحافظة مطروح الشيخ شريح المعبدي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نتعلم من رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حينما يصاب بأمر جلل، فحينما مات ولده قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا على فراق إخواننا من أبنائنا من أبناء هذه الأمة من أبناء هذا الشعب من أبناء هذا الوطن من أبناء هذه الملة كلهم، سواء من الشرطة أو من الذين قتلوا خطأ أو ظلما، من إلى هؤلاء جميعا نقول وإنا على فراقهم لمحزونون لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. أتقدم أيها الأحبة الكرام باسم حزب النور بمحافظة مطروح وباسم حزب النور بالمحافظات بخالص العزاء في إخواننا الذين قضوا من الشرطة، ونحسبهم شهداء ونسأل الله أن يتقبلهم عنده شهداء. ونعزي أيضا قبائل العقار عيت العقاري وقبائل قنشيث وقبائل القذيفة في الذين قتلوا أيضا، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبلهم من الشهداء. فالعزاء حار ليس لكم وحدكم أيها الأحبة الكرام، ولكنه لنا جميعا. والخطب عظيم ليس فيكم جميع أيها الأحبة الكرام، ولكن فينا جميعا. وإن أعظم عزاء وإن أعظم شيء كان أكبر من قتل هؤلاء هو إلصاق تهمة الإرهاب بهذا الوطن بهذا البلد. إننا على مر العصور على مر العقود التي مضت لم تسقط قطرة دم لم تسقط قطرة دم واحدة، سواء لسياح أجانب أو لشرطة أو لجيش أو حتى لمواطن عادي على أرض مطروح، بينما كانت جميع محافظات مصر تئن تحت وطأة الإرهاب. في التسعينات كانت يقاتلون ويضربون ويفجرون ولم يحدث ذلك أبدا، ولا في قطرة ولا قطرة دم سقطت، ولم يسعى أي إنسان أو شاب
لعمل أي عمل إرهابي سواء في مصر أو في خارج مصر. فهذه شهادة يجب علينا أن نقدمها لأنفسنا لنظهر هذه الصفحة البيضاء لهذه المحافظة الغراء أيها الأحبة. فنحن منذ عقود لم نتهم أبداً في تجسس أو خيانة، لم يتهم شريف من أبناء محافظة مطروح في خيانة للوطن أو عمل إرهابي أو تسبب أو شارك. فنحن أيها الأحبة الكرام نحزن لما ألصق بنا من هذه التهمة، وذلك ليس إلا بسبب جهود هذه الدعوة المباركة، الدعوة السلفية في هذه المحافظة التي قامت بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وأننا نعتقد أن جيشنا المبارك هو جيش مسلم، وأن الشرطة مع ظلمهم أو تعديهم أو تجاوزهم حتى في فترة المخلوع كانت ولا زالت شرطة مسلمة، أبناؤها وقاداتها مسلمون، لا نهدر دمهم ولا نسعى لاختراقهم ولا نسعى لتفتتهم ولا نسعى لضرب بعضهم ببعض. فكلنا أيها الأحبة الكرام مصريون مسلمون، هذه عقيدتنا في شرطتنا. أما وسائل الإعلام المجرمة، أما وسائل الإعلام المغرضة ولا أريد أن أسميها ولكني أسميها لأحذركم منها، قناة ربعة أو قناة مكملين أو قناة الشريعة أو الشرعية أو قناة الجزيرة وغيرها، العلماء واللحى التي تظهر فيها كلهم مكفرون، منهجهم تكفير، يكفرون حتى علماء السنة، ما بالك بهؤلاء الضباط أو هؤلاء الجند المسلمون الذين نعتقد ولا زلنا وللأبد أنهم مسلمون مؤمنون موحدون بالله ورسوله. أيها الأحبة الكرام إننا نستنكر وبشدة هذه الفاجعة العظيمة باسم حزب النور. ثم بعد ذلك أيها الأحبة الكرام أتقدم بخالص الشكر والثناء لقيادات هذا البلد، لقيادات هذا الشعب، شعب محافظة مطروح وقبائلها، من العمد والمشايخ الذين دائما وأبدا يسعون لتهدئة النفوس، ويسعون لحل مشاكل، ويسعون لنزع فتيل أي أزمة صغيرة كانت أو كبيرة. ثم أتقدم بخالص الشكر والثناء والوفاء لأجهزتنا الأمنية على رأسهم جهاز المخابرات الذي دائما وأبدا يسعى بعين ثاقبة وينظر برؤية واضحة منصفة لكل قضايانا، فنسأل الله لهم التوفيق والسداد والتمكين وأن يقوموا بأكمل وجه على هذه المصالحة، لتتم هذه المصالحة التي ستكون بيننا وبين إخواننا من أجهزة الشرطة. ثم أيها الأحبة الكرام الفارس الذي لم يظهر أمامنا هو الشيخ الفاضل المهندس جلال مرة، الذي سعى سعيا حثيثا للتواصل مع الوزارات ثم أعلى ورفع الشأن إلى أن وصل إلى رئاسة الجمهورية بقيادة رئيسها عبد الفتاح السيسي، ليسعى بنفسه ويكون برعايته هذه الأمور كلها. فجزاهم الله خير قادة حزب النور الشيخ يونس مخيون والشيخ جلال مرة، الذين لم يناموا بالليل الساعة 3 فجرا أو أيقظوني من النوم ليخبروني بتفصيل ما حدث، وسعوا جميعا إلى إرسال شهداء أو شهود لهذه القضية لإظهار الحق أن مطروح أبدا ولن تكون إرهابية أو لن توسم بهذه الصفة الحقيرة التي لا نرضاها لغيرنا، فما بالك أن نرضاها لأنفسنا. ثم أكرر الشكر أيها الأحبة باسمكم جميعا لكل هذه القبائل ولشبابها العاقل الذين تمسكوا بكلام عواقلهم وشرفائهم وشيوخهم وهدأوا من روعهم، الأمر عظيم عظيم جدا، ولكن صبركم كان أعظم وطاعتكم لقاداتكم
وعمدكم ومشايخكم كان أعظم وأوسع، فجزاكم الله خير. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل موتانا من الشهداء، وأن يجعلهم في عليين، وأن يرحمهم أجمعين، وأن ييسر أمرنا ويجعل لنا من كل أمر يسرا. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمكن أجهزة الدولة من القبض السريع والقبض الحاسم على هذه الشرذمة المكفرة التي تسعى ليل نهار لتدمير وتضييع مقدرات مصر. فجزاكم الله خير أيها الأحبة الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة المتحدث الرسمي باسم حزب النور الشيخ شريف طه، فليتفضل مشكورا. المتحدث الرسمي باسم حزب النور الشيخ شريف طه. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، يعني لا أريد أن أطيل على حضراتكم، أريد فقط أن أنقل تعزية قيادات وجميع أبناء حزب النور لأهالي مطروح، وليس فقط لأهالي العلمين، في هذا الحدث الذي يعني هز قلوب جميع المصريين. ف بداية أنقل التعازي وأقول لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فنصبر جميعا ونحتسب. ثم الشكر موصول ثانيا لكل قيادات وأجهزة الدولة، بدءا من رئاسة الجمهورية والمخابرات الحربية التي لم تألو جهدا في واقع الأمر. بالأمس اتصلت بالمهندس جلال مرة يعني من صلاة العصر، أخبرني أنه في تواصل تام مع رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية من أجل يعني التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف وإيصال الحقوق إلى أصحابها. وأخبرني أن الجميع يعلم أن الضحايا ليسوا إرهابيين، هذه حقيقة مستقرة عند جميع الأجهزة بدءا من رئاسة الجمهورية ووصولا بالمخابرات الحربية، وأن تعقب الجنال الحقيقيين كان يتم منذ الأمس بعد أن استهدفوا مصفاة نفطية للأسف الشديد، وقتلوا غدرا اثنين من يعني ممن استأمناهم في بلادنا بسبب هذا الفكر التكفيري المنحرف الذي ينخر في جسد الأمة الإسلامية. منذ حوالي ساعتين ووفد من أهالي الضحايا من العلمين والضبعة مع غيرهم من الشيخ أبو بكر الجراري عند مكتب النائب العام، واتصلت بهم وأخبروني أن الاستقبال كان جيد جدا من جميع القيادات، وتلقوا شهادتهم واحدا تلو الآخر. فالشكر موصول لجميع هذه الأجهزة. الملحوظة فقط التي أردت أن يعني أثني عليها جدا هي العقل التام لجميع أبناء مطروح. بعض من يريد أن يصب الزيت على النار كان يظن أن مثل هذه الحوادث سوف تجعل من مطروح يعني سيناء ثانية، وحالة من الصدام بين الدولة وهذه المحافظة كما يسعى لذلك أطراف عديدة. أنا في الحقيقة معجب غاية الإعجاب بهذا العقل التام والوعي التام والإدراك لهذه المخاطر الحقيقية التي تحيط ببلادنا الحبيبة، والاستعلاء فوق كل يعني المصالح الضيقة الشخصية من أجل تغليب مصلحة الوطن العليا. يعني هذا شعور شعرت به في واقع الأمر، أردت أن أنقله لكم. تحية كبيرة لكل قيادات وعمد القبائل والعواقل التي هي صمام أمان لهذه المحافظة المباركة، وهم في واقع الأمر حراس الحدود الغربية. آخر ملحوظة
ملحوظة أننا يعني بالفعل ندرك يوما بعد الآخر خطورة هذا الفكر الذي ينخر في جسد الأمة الإسلامية والأمة العربية، وخطورة الخطاب التحريضي الذي يجعل من جيش بلادنا هو العدو الحقيقي. هناك قنوات وإعلام يصدر لجموع المواطنين أن عدوك الحقيقي، حتى في أثناء تغطية حرب غزة أرادوا إيصال هذا الهدف، أن عدونا الحقيقي هو جيش بلادنا الذي هو صمام وتماسك هذه البلاد. هذا الخطاب التحريضي التكفيري يجب أن نتصدى له جميعا بالمرصاد، بعد أن رأينا جميعا أثر من أثر خطورته على بلادنا. في النهاية أكرر التعزية، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وجزاكم الله خيرا. الآن مع كلمة الشيخ المفضال الشيخ شريف الهواري ليبارك هذا المجلس الكريم معزيا ومرحبا بالضيوف وقائدا من قوات دعوتنا المباركة، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا جميعكم يعزى في المفقودين من أبناء هذا الوطن الذين قتلوا غيلة وغدر وخيانة، من أبنائنا من أبناء الشرطة، من أولئك النفر الذين يعبثون بأمننا وباستقرارنا وبمصرنا، والذين ندعو الله تبارك وتعالى أن يتقبلهم من الشهداء. كذلكم نعزيكم في أبنائنا أبناء القبائل جميعا، فكلكم يعزى فيهم، قتلوا خطأ ونحن نؤمن بالقضاء والقدر. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه أنه في مرض موته قال لولده: يا بني إنك لن تذوق طعم الإيمان حتى تؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فنحن جميعا نؤمن بالقضاء والقدر، نحن جميعا نقرأ القرآن: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولكن نأبى الظلم وإلصاق التهم التي نحن منها براء جميعا، والقاصي والداني يعرف ذلك جيدا. ولكنني أقول لكم كما قال الله تعالى لنا جميعا: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ما المعنى وما الخير الذي فيه؟ دلنا وضح لنا. أولا الذين قتلوا جميعا من أبنائنا جميعا ندعو الله أن يكونوا من الشهداء وأن يكتبوا في عداد الشهداء عند الله عز وجل. وهذا الحدث العظيم أثار انتباهنا جميعا منذ زمن، ونحن نقول في الخطب والدروس واللقاءات الخاصة والعامة: مصر محاربة، مصر مستهدفة، مصر منظورة، الباطل يخطط لها لتدخل إلى النفق المظلم كسوريا وكالعراق وكليبيا وغير ذلك. ندعو الله السلامة لنا ولهم جميعا. الآن جاء هذا الحدث، وإن كان على حساب قلوبنا التي تدمع وتبكي على فراق هؤلاء الأحبة وأنتم تعرفونهم جيدا، لكن لعلها رحمة بهم من قتلوا، ورحمة بنا لنفيق، لننتبه، لنكون لحمة واحدة. اليوم أنا من قبل الظهر وأنا موجود وأسمع وأتلذذ إي والله بكلمات ما كنا نسمعه منذ زمن بعيد. الآن رأيت بين يدي قطعاني جميعية والسننة وأولاد علي جميعا وصنقر وغير ذلك، أولاد خروف وغيره، جميع القبائل لحمة واحدة.
هذا الذي نريده. لعل الحاج المساعد عليه رحمة الله ورفاقه يكونون مفتاحاً لهذا الخير، أن تجتمعوا على قلب رجل واحد، أن تكونوا أصحاب كلمة واحدة، أن يكون نعم شعارنا أننا لحمة واحدة مع الحق وفي الحق. وهذه رحمة والله بنا جميعاً، وإن آلمنا الحادث غير أنه أيقظ الأحاسيس والمشاعر وأشعرنا بخطورة المرحلة وأهمية أن نتلاحم وأن نتعانق وأن نتناسق وأن نتآخى لنحافظ على مصرنا التي نحبها ونحن أبناؤها. أعجبتني كلمة العمدة عبد الله جزاه الله خيرا العشيبي: نحن لا نستجدي مصريتنا من أحد، ولا أحد يشكك، ولا نسمح لأحد أن يزايد على مصريتنا. الكلام ده مرفوض تماما. نحن يعني نحب مصر ونفعل ما نفعله الآن وما قدمناه قبل ذلك من أجل الحفاظ على كيانها ووحدتها ولحمتها وقوتها، لأنها محاربة ومستهدفة ومنظورة، لأنها قلب الأمة، لا أقول العربية بل الإسلامية، ولذلك يسعون لتفتيتها إحقاقا للحق ونصرة للحق وشهادة لله وللتاريخ. طبعا الموضوع كان يعني يمر بأجواء في غاية الصعوبة، وكانت محاولات من غير الشرفاء أن يسير الموضوع في غير الطريق، وتم التواصل مع جميع العمد والمشايخ جزاهم الله خيرا، لو سمي أحد حتى لا أنسى أحد، وتواصلنا مع جميع القيادات عن طريق رئيس الدعوة ونائب رئيس الدعوة ورئيس الحزب وجميع الأخوة العاملين، حتى وجدنا يعني أمورا يعني ظهرت فيها ضبابية، فتواصلنا مباشرة مع رئاسة الجمهورية إحقاقا للحق. وأنا ادخرت هذه الكلمة لمؤخرة اللقاء حتى تكون واضحة وجلية للجميع، وأعلمناهم بما جرى وأن محاولات تتم لإلصاق التهمة بأبناء مطروح وهم منها براء، وأن الذين قتلوا نعرفهم شخصيا ومن الناس الشرفاء الأطهار. أنا لدرجة أنني لما سألت وتحريت الحاج المساعد ورفاقه لم أجد حتى مخالفة مرور على الرجل إنصافا، مع أننا فينا من هو على غير الطريق، نعترف بما فينا ونحاول أن نصلح معا سويا إن شاء الله بعد هذا اللقاء، ونكون لحمة واحدة على الخطأ أيا كان نوعه. ورفعنا التقرير وإذا برئاسة الجمهورية مشكورة، وقلنا في تقريرنا: ارجعوا إلى مخابراتنا التي نثق في ديانتها. العميد علاء جزاه الله خيرا العقيد محتصم: ارجعوا لهما فهما يعرفان جيدا أن هؤلاء رجال براء. تظهر يا عم الحج، هؤلاء رجال براء من هذه التهمة، واسألوهم ونحن نثق في شهادتهم، لعلهم رجعوا إليهم بطريقتهم، وإذا بهم يتصلون ويطمئنوننا وأن الأمر يسير في الاتجاه الصحيح، وأنكم لن تظلموا ولن تتهموا زورا ولا بهتانا، وسيكون الاعتذار رسميا بإذن الله تبارك وتعالى، وأبشركم بالطريقة التي ترضيكم معاشر القبائل حتى نحق الحق ونزهق الباطل. لكن الأهم عندي من هذا كله أن تستشعروا الخطر، نحن نمر بمرحلة خطيرة جدا جدا، إن لم نتكاتف ونتعاون سندخل في النفق المظلم كغيرنا والعياذ بالله تعالى. إذا لابد أن نرتقي فوق الأحداث. أبناؤنا قتلوا بقدر الله بأيدي غاشمة غادرة ستلقى عقابها، إن لم يكن هنا فهناك عند الله عز وجل، لا نشك في ذلك أبدا. ولكن المهم، هذا الحدث ليس الأخير، سيحاولون، ولكن أنا على ثقة أننا سنقف جميعا لهم بالمرصاد. بماذا؟ بأن نكون مع هؤلاء الرجال، مع رجال القوات المسلحة، لحمة واحدة ويدا واحدة، حتى نقف في وجه هذا التيار التكفيري الذي هو غريب علينا وعلى بلدنا مصر. وبإذن الله تبارك وتعالى إن تعاوننا سنستأصله. نحن بالفكر نواجه الفكر، ونبين ونوضح ونضحض وننظر ونوصل للمسألة، وهم بالحزم والحسم، لكن برجاء أن يكون بالعدل أيضا، بالعدل والإنصاف، حتى لا يعني يقع مثلا مظلوم أو ما شابه ذلك. نحرص ما استطعنا على ذلك، لأن العدل أساس الملك، ولأننا إذا عدلنا وأنصفنا سنتكاتف ونتعاون، ولن يستطيعوا أن يحدثوا ما يخططون له.
في نهاية كلمتي أرحب بالسادة الضيوف باسمكم جميعا، فأنا واحد منكم ولكم وبكم. نرحب بالسادة الضيوف، نقول شرفتمونا، قبلنا من القوات المسلحة هذه المشاركة الإيجابية، قبلنا من مؤسسة الرئاسة هذه المشاركة الإيجابية، جزاكم الله خيرا. وبقي أن تتمموا معنا الاعتذار الرسمي ليكون يعني بردا وسلاما على قلوب أبنائنا جميعا. وثقوا يا رجال القوات المسلحة أننا أمامكم للحفاظ على مصر، ومستعدين أن نضحي بالغالي والثمين من أجل استقرارها وقيام كيانها لتؤدي دورها في نصرة الأمة بأسرها. جزاكم الله خيرا، شكر الله سعيكم جميعا، جعل هذه الخطى في موازين حسناتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نرحب مرة ثانية باسم العمدة ياسين عن قبيلة العقاري، يرحب بكم جميعا، قبائل وجيش ومخابرات ومؤسسات الدولة جميعها. نرحب بالعميد عادل قائد أو بالنيابة عن قائد الفرقة الثالثة عميد أركان حرب علي العشماوي، ونرحب بضباط الفرقة جميعا، ونكرر الترحيب بالعميد علاء أبو زيد قائد المخابرات بالإسكندرية، والعميد أيضا طارق بركات رئيس فرع الأمن الحربي. مرحبا بكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. والآن مع كلمة العميد علاء أبو زيد قائد المخابرات بالإسكندرية، معزيا وملبيا لطلباتكم، فليتفضل مشكورا. صلاح البدري مدير المخابرات الحربية، وتعازي السيد قائد المنطقة الشمالية العسكرية السيد اللواء أركان الحرب محمد الزمالوط. طبعا احنا مش جايين نزايد على قبائل المنطقة الغربية، انا عارف انكم كلكم بتعتبروني ابن من ابناء قبائل المنطقة الغربية، وده شرف لي انا شخصيا ان انا احظى بهذا الشرف. فأنا تواجدي النهاردة معاكم، أنا جاي أخد العزة مش جاي أعزي، لأن إحنا أهل وإنتوا عارفين كده كويس. وإحنا يعني أنا بحب أطمنكم زيادة عما قاله شيخنا الشيخ شريف الهواري، إن إحنا يعني استحالة نقبل إن يقع ظلم على أي حد، فما بالكم بقبائل المنطقة الغربية اللي إحنا شفنا منها، أنا شخصياً شفت منها كل الخير، سواء في مبادرة تلبية مبادرة جمع السلاح، سواء في تسليم أرض الطاقة النووية، سواء في المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية اللي عملت مصالحة مجتمعية وطنية. فإحنا مش ممكن ننسى الكلام ده أبدا. فأنا بحب أطمنكم يعني تأكدوا إن إحنا كلنا معاكم، ومصيبتكم مصيبتنا احنا، وتأكدوا ان احنا معاكم قلبا وقالبا، وان شاء الله بإذن الله تطمنوا وتثلج صدوركم. اما القضاء والقدر كما قال شيخنا فده امر الله، ووارد ان يحصل لأي حد، بتيجي نازل من الاتوبيس تقع تموت، تقوم من سريرك ما تقومش، هذه الموضوعات كلها متعلقة بقدر الله. فإحنا مش هنزايد على هذا الكلام، ولكننا علينا أن نرضى. وإن شاء الله أنا بحب أطمنكم، وعمري ما وعدت وخلفت، وكلكم عارفين هذا الكلام. يعني أنا أعلم أن كل الحضور يعلم أن إحنا لما بنتكلم بنفي بما قلنا، وإن شاء الله دائما نكون عند حسن ظنكم.
واحنا نثق في قبائل المنطقة الغربية، قبائل واهالي ثقة لا حدود لها، ثقتنا فيكم ثقة لا حدود لها، وده موضوع منتهي وانتوا عارفين الكلام ده. فأنا بشكركم على حسن الاستماع، ومرة تانية أتعادي السيد اللواء صلاح البدري مدير المخابرات الحربية لحضراتكم، وأتعادي السيد قائد المنطقة الشمالية السيد اللواء أركان الحرب محمد الزملوط لحضراتكم جميعا. البقاء لله. متشكرين يا فندم. نشكر السيد العميد علاء أبو زيد على هذه الكلمة الطيبة. أيها السادة الكرام، أشكركم جميعا على نشكركم جميعا على هذا الحضور الطيب، وقد سمعتم بأم أعينكم هذه شهادة لأبناء مطروح وبراءة تامة لأبناء مطروح من الإرهاب، وبراءة تامة لشهدائنا من الإرهاب. ونطالب أيضا بالاعتذار الرسمي، وهذا في رقبة العميد علاء أبو زيد، الاعتذار الرسمي على المواقع الرسمية لوزارة الداخلية. أمت الدفن؟